طبعا من الحلقة اللي فاتت اللي اتفرجوا عليها احنا كنا ملبسين انشراح فساتين ياسمين صبري، بس النهاردة رجعنا لأصلنا تاني وهنعمل فساتين كده او لانجريز من اللي انتوا بتحبوها، اللي هي تكون اسعارها بسيطة عادية بس بتقضي غرض مهم جدا. كتير من البنات بتشتكي ان هي بتعاني من امتلاء في منطقة البطن، ومنطقة يعني عندها امتلاء في منطقة البطن او حامل او عندك كروش صغير كده. النهاردة هوريكي ستايلز من موقع شي ان لانجريز تقدري تلبسيهم ويدوك شكل جميل ومغري وانيق قدام جوزك بس بدون ما يبين البطن. بس قبل كل حاجة لو انتم مشتركين في القناة ياريت نشترك ونفعل زر الجرس ونعمل لايك للفيديو ده ويلا. اول لانجري زي ما انتم شايفين عامل زي صفار البيضة كده، وهنا بنعمل خداع بالالوان. اللون الاصفر الاصفر ده تحسي بقى بمناسبة هو شم نسيم عدى، بغض النظر الربيع المريع او الدنيا ربيع والجو بديع، اللانجري ده جماله في لونه. فاعاني اللون يعني تخيلنا بس زي ما انتم شايفين كده جمال اللون اهو معرفته، زي ما انتم شايفين كده جمال اللون وفقعانه، فده بيعمل زي تمويه كده، زي بيخليه مش مركز غير في اللون اللي انت لابساه انه قد ايه فاتح وقد ايه يعني ملفت. تمام. والقصه اللي هي بيبقى استك من هنا، هنا بيبقى شايل منطقه التدين واستك من هنا وبيبقى نازل على واسع كده، ويعني في قصه، فحتى لو في بطن ممتلئه او حتى حامل زي ما قلنا بيبقى شكله لطيف. من ورا بيبقى نازل عادي، ممكن بقى تلبسي عليه اندروير يكون مثلا ابيض جي سترينج اي حاجه من الحاجات دي. وحته الورد اللي هنا دي عارفه عامله قلق كده شويه، عامله روشه، اللي هي فكره ان انت لما يبقى عندك بطن اولا طبعا انت خفياها وظهراها، خفياها وظهراها، ان هو ده خامه التل، التول اللي هو اللي بيتعمل منه 3 ارباع اللانجريز، شويه مداري اوكي مش مبين التفاصيل قوي بس طبعا بيبقى مبين شويه، ومداري حجمها وهكذا. وفي نفس الوقت عليها لو انت حابه اندر وير، والتوب من فوق بيبقى فيه زي برا داخلي، مش برا يعني استك من تحت الصدر، فبيبقى رافع شكل الصدر في الاغلب، لانه في الاغلب اللي بيبقى عندها بطن او حامل بيبقى عندها الصدر شويه نازل او يعني ممتلئ، فالحركه دي بتخلي التركيز كله من هنا. فالعبي بالالوان الفاقعه مع القصه دي، اصفر احمر اخضر، الوان الصيف السنه دي طبعا انتوا عارفين. خليني بس اقلع الست او اوريكم اللانجري التاني اللي بعده. انا بحاول اوريهولكم قبل ما البسه على المانيكان عشان تبقوا شايفين الخامه نفسها، وهو اللعب بالستان. طبعا كتير من الستات بتتجنب الستان اللي بيبقى عندهم بطن، بس عايز اقولك لا خالص، الستان القصير اللي بالقصه اللي زي كده جدا مناسب للبطن، بالعكس بيداريها وبيدي شكل جميل جدا لانه بيديها شكل واحد يعني مش بيقسمها. اوريكم دلوقتي على المانيكان ضيعه شويه، ما عندهاش بقى لا بطن ولا اي حاجه، بس بصوا القصه، شفتوا صدقتوني ان هو ممكن يكون ستان بس لو في استك، وبصوا معملين من ورا ايه كروس ظهر بس. يعني عاده انت لو عندك منطقه البطن ممتلئه اهتم شويه باظهار الظهر بشكل جميل. بص مع حركه الستان دي مع المؤخره هيبرزها بشكل جدا حلو، وانت من قدام داريتي منطقه البطن بالكشكشه اللي من عند الستان دي. اللون الجولد طبعا ده بقى عايز يكوي مكوى بخار. انا قلت لكم قبل كده يا جماعه اكوا اللانجري بمكوى بخار، وانا حطيت لكم ريل بوري نوع من انواع كوايات البخار، مش لازم الكوايه دي تحديدا او المكوى دي تحديدا، هي اسمها كيوي، بس انتوا ممكن تجيبوا اي كوايه بخار. ليه بقى بخار؟ عشان اغلب اللانجريز معمولين من تل وحرير وستان، مش هقول لك في الاغلب بس بنسبه 70 80% هتحرقيهم، ما بتستحملش حتى درجه حراره، اقل درجه حراره في الكوايه العاديه. فكوايات البخار هي انسب حاجه لو عندك لانجريز، عشان هم قعدوا يتريقوا عليا يقولوا لي في الفنادق ما في كوايه في كوايه. انا كانت الفكره لا، انت مش هتودي للراجل بتاع الفندق اللانجري بتاعك يكوي حبيبتي، دي حاجه. الحاجه الثانيه انه المكوى اللي موجوده في الفندق في الاغلب ممكن تسبب حريق لبسك طبعا، ففي الاغلب بنستخدم كوايه بخار. ممكن ابقى اوريها لكم تاني، وانا كده كده حطيت لكم الفيديو الصغير. الجميل بقى في القصه دي حركه الدانتيل اللي عند الصدر دي حركه رهيبه جدا رقيقه ومعليه
القميص النوم ده. يعني بغض النظر قميص نوم ده رخيص جدا، يعني مش تقريبا ب$8 او حاجه كده، 8 9 دولار. بس فكره الستان وانه داخل تول عند منطقه الصدر مغليه. فانت ممكن تكوني جايبه حاجه سعرها قليل بس اختيارك وذوقك حلو. الستان في الاغلب لما بيبقى داخل معاه تول اللي بيبقى شكله فخم جدا مع القصه، يبقى انا ما حرمتكيش كواحده عندك بطن انك تلبسي ستان، بس لبستيه صح. اللي بعد كده عايزه اقولك ان هي جمعت بين اكتر حاجتين عسوله في الدنيا، جمعت بين لون قمه في الانوثه والاغراء اللي هو لون مدي ده، ما اعرفش هو هل ده البامبا المسخسخ ولا هو السيمون بيبقى قالب على بامبا. هو سيمون كده بينك كده يجنن، اوكي. والقصه الفكره البليسيه ان انت تلبسي من تحت، بصوا البليسيه عامل ازاي. هتقولي لا البليسيه بيتخن، البليسيه العريض بيتخن ولو طويل لحد تحت، لا قميص نوم لحد تحت البليسيه طبعا هيطلع لك بطن. بس التحفه بقى ان قميص نوم قصه كده قصه كده مع البليسيه، كواحده عندك بطن او حامل هتطلعي قطقوطه جدا. هروحكوا دلوقتي على المانيكان اهو، ده شكله في اللبس حقيقي، ده احلاهم وارقهم على واحده عندها بطن او حتى لو ما عندكيش بطن على فكره عايز تلبسيه، هو شكله جميل كمان او حامل. بصوا المنظر من هنا مع اللي هو البليسي ده، زي ما قلت لكم لو لاحظتوا اغلب، يعني انت عشان تنقي قميص نوم او لانجيري حلو واحده عندك بطن، انت محتاجه يكون فيه ثلاث حاجات اساسيه. يكون فيه استك من تحت الصدر عشان اليعني الشكل المنفوخ ده من الفستان مش من بطنك، اوكي. عشان عاده لو هو نازل مثلا قطعة واحدة او قصة او ضيق او او او، هو بيبين ان عندك انتفاخ. فالصح بقى ان انت تلبسي حاجة تكون اصلا فيها استك من هنا وكشاكيش او كسر او او او، وتبقى قصيرة لو انت خايفة تجسفي. في على فكرة قمصان نوم طويلة للي عندهم بطن او حوامل مناسبة، زي ان هي تكون نازلة كده مثلا قصات كتير او نازلة ايفازي او 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 مفتوحة من فوق اوي او 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 مفتوحة من النص اللي هو زي اللي بيلبسوها الحوامل في السيشنز. كل دي بتداري، كل دي ممكن يبقى شكلها لطيف. ولكن لو انت عايزة تخشي في المنطقة الامنة، يعني ما تخطريش اصلا واحده مثلا عايزه تجيبي 7 لونجريز وعندك بطن شويه وعروسه، يبقى هتجيبيهم كلهم قصيرين ما يزيدوش عن الطول اللي هو ده مثلا، ويبقوا زي ما قلت لك من هنا بقصه، وفيهم افكار زي الكسر زي دانتيل زي الستان اللي وريتهولك حتى لو عايزه ستان. وبصي من فوق بقى ممكن تختلف شكل الصدر شفاف او حاجه، وده كمان قصته جايه بشكل مثلث، اللي بشكل مثلث كمان بيبقى انسب لو بطنك عاليه، يعني لو بطنك من هنا هتجيبي من فوق شكل مثلث. القصه جايه مثلث مش جايه كده. وطبعا بصوا اغلبهم بيبقى ظهرهم نازل شويه، وده بيبقى جميل جدا مع بيعمل توازن مع البطن انه بيقسم الظهر من ورا، فما بيبينش الشكل من الجنب ومن قدام، بيبان لطيف كانه هو قصه في الفستان مش ارتفاع بطنك الاصلي. وبعدي قميص النوم ده حقيقي، بصوا اللون، انت بقى هنا لعبتي برضو بكذا فاكتور، لون قصه راقي رقي. انا عايزه اقول لكم ان انا ما كنتش متخيله ان هو خامته جودته عاليه كده، يعني ده اكثرهم جوده عاليه. يعني شوفوا انتوا الدفى اللون اصلا مع القصه مع الجبير، يعني مش جاي دانتير رخيص، جاي جبير غالي. فحقيقه انا ما كنتش متوقعاه كده في الواقع، بس هو جدا فخم. انا بحاول اول اوديكم التفاصيل، خليني البسه لها وافرجكم بالظبط هيبقى شكله عامل ازاي. بصوا شكله ده، انا طبعا هقربها لكم دلوقتي عشان تشوفوا تفاصيله قد ايه هو رقيق. هو بقى فكرته مش نازل بس القصه كده، لا هي نازله اكتر محروده تمام، ونازل قصات قصات، وفي الاخر في زي قطعة زيادة كده زي قصات كده في الاخر. وطبعا خامة ناعمة جدا، يعني ده احلى واحد خامة فيهم، ناعم جدا جدا. والحركه بقى بسوء، يعني هنا الفكره بتاعت الجبور من الجنب والصدر، حتى لو صدرك صغير شكله جدا رقيق مع اللون. وبرده فكره ان اللون فاتح قوي او فاقع قوي دي هتبقى برده زي ما قلت لكم ملفته للنظر. بصي بقى الجمال في الظهر، يعني انت خلاص احنا عرفنا احنا بنلبس لو عندنا بطن او حامل بنلبس قصير سنه، بنلبس منفوش شويه من عند الصدر، بنلبس حاجات فيها حركات عند الصدر، وبنلبس حاجات عندها حركات عند الظهر. بصوا الظهر قد ايه راقي، انا الظهر لازم اقرب عشان تشوفوا التفاصيل. شايفين اهو الجبور جاي كده، هنا الاستك، في استك هنا، حركه الجبور الجاي من الجنب قد ايه كيوت، قد ايه جميل. بصوا شايفين عامل ازاي حركه الجبور جاي من هنا، يعني في لعب كده مع اللون نفسه جدا رومانسي. ودي بقى للناس اللي عندهم البطن بقى يعني كبيره قوي، لو فيها سيلولايت او حاجه ما انصحكيش تلبسيه شفاف،
يعني لو عندك البطن يعني مثلا فيها جرح عميق لقيصري، فيها يعني تشوه معين انت بتحرجي منه، رغم ان انا شايفه ان كل يعني كل ست جميله وعادي، ان احنا كبشر احنا مش عندناش كمال، بنحاول قدر الامكان ان احنا نتجمل، نحط ميك اب، نحط كريمات، نحط فاونديشن احيانا على المناطق اللي مضايقانا، نعمل لها علاجات، بس ده مش معناها ان ده ينقصك في شيء. لكن لو انت حابه انصحك بحاجه زي دي، ان انت شبه مداريه البطن ومبارزه للمعالم التانية اللي في جسمك، وده ذكاء المرأة يعني. وتأكدي عندك بطن، ما عندكيش بطن، حامل مش حامل، تخنانة رفعانة، الست يعني جزء كبير من جمالها بتستمده من ثقتها في نفسها وحبها لأنوثتها. ضروري جدا انك تعرفي حاجات زي ان يكون ريحتك حلوة، جسمك ناعم، مهتمة بجلدك، مهتمة بشعرك، مهتمة بانيتي نظيفة، بغض النظر بقى في فيتشرز بتاعت جسمك، مختاره لبس لايق عليكي، مختاره الوان حلوه، ريحه اللبس اللي انت لابساها حلو، عامله جو، حاطه شموع، كل دي عوامل بتجذب الزوج. مش بس انا جسمي حلو، لا، لو انت ما عندكيش عوامل تانية ممكن الزوج ينفر، والعكس صحيح. لو حتى في شويه حاجات يعني مش راضيين عنها قوي، نحاول ان شاء الله نظبطها في المستقبل، بس ما تكرهيش نفسك خالص، تقبليها زي ما هي عشان تقدري تحسني. لو انتي نفرة من نفسك تماما وبتعتبري ان خلاص انا بقى عندي بطن، مش هلبس اي لانجري، مش هلبس اي فساتين، مش هلبس قمصان نوم، ده هيشوه علاقتك مع زوجك وهيخليكي مش سعيده كانثى. افتكري ان انتي بتلبسي الحاجات دي بتشبعي جزء من انوثتك، ان انتي مراه جميله بغض النظر عن شكل جسمك. اتمنى تكون الحاجات عجبتكم، اكتبوا لي تحت في التعليقات ايه اكتر قطعه عجبتكم، وكمان الفستان ده من شي ان زي ما انتم شايفين، بس هنا في عاجبني قوي اللي بيلمعوا دول، كمان هو زي قفطان كده، كمان هحطه لكم في رابط الوصف، وكود الخصم الخاص بيا الجديد، عاملين لي خصم اضافي عشان العيد وكده. واكتبوا لي عايزين الفتره الجايه ايه اقتراحات تاني ملابس، عشان عارفه ان كتير من البنات ما بتعرفش تنقي اللانجري سواء عرايس او متزوجات، وبحب اساعدهم في الموضوع ده، سواء اللانجري سواء اي احتياجاتك. اكتبوا لي تحت في التعليقات اقتراحاتكم، وما تنسوش تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس، تعملوا لايك للفيديو ده، واشوفكم على خير، مع السلامه.